بدايتي في رياضة المحركات تقريبا كانت سنة 2001. شفت سيارة سباق بالشارع، كانت العربانة، فتبعتها. كان في رالي يومتها. لما وصلت عند مكان رالي تعرفت على سائق الفريق اللي هو كان علي حسن ملة، وهو بطل راليات كويتي. صراحة حبيت أن يكون وياه بالفريق، وهو ضمني معاهم بالفريق وشجعني أن يمارس هوايتي بشكل صحيح. ومن ذاك اليوم أنا صراحة اتجهت إلى السباقات القانونية اللي تكون بأماكن آمنة. طبعا كان كله دعم وتوجيه من أخوي علي الملة، جزاه الله خير، طبعا هو له كل الفضل الكبير علي. ومن ذاك اليوم احنا كان نشارك في راليات داخل الكويت وسباقات رفت داخل الكويت وخارجها، وتطورنا إلى ما وصلنا على الحال اللي احنا فيها الحين الحمد لله. وهذا بعض إنجازاتنا في السباقات، وإن شاء الله نوعدكم بالمزيد. طبعا اول من اخذ بيدي في رياضه المحركات هو نفسه كان البطل علي الملة. بدايه كنت معاهم بالفريق كعضو في فريق الصيانه، وتطورت خبرتي معاهم بالفريق حتى وصلت الى مساعد سائق، وشاركت في الرالي مع اخوي علي الملة اكثر من 10 راليات. وبعدها تطورت وصرت انا السائق الثاني بالفريق بالرالي، واعطاني سيارته، طبعا له كل الفضل في هذا التوجيه. وشاركت فيها أول رالي، كان تقريبا كان أول رالي أسوق فيه أنا سيارة 2004-2005 في صليبخات، وحصلت فيها على المركز الرابع من بين منافس 19 متسابق كويتي بالراليات. طبعا أنا بلشت بالرياضة بعد ما انهيت تحصيلي العلمي في الثانوية العامة، وبعدها دخلت الكلية التعليم التطبيقي، كنت أنسق ما بين السباقات مع الفريق ودراستي. وأفضل تقريبا كانت أكثر سباقاتنا تكون بالويكند، فما كانت يعني تضايجني بالدراسة أو تبعدني عن الدراسة نوعا ما. خلصت سنتين في التطبيقي وتخرجت دبلوم هندسة ميكانيكية. بعدها تفرغت تقريبا سنة كاملة قاعد أشارك فيها بالراليات داخل الكويت مع الفريق، وكنا يعني منسقين أمورنا، شهر يكون عندنا تمرين وشهر يكون عندنا سباق، وفي فترات صيانة ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية، أساسا نحافظ على سيارة الفريق تكون جاهزة حق الموسم كامل. وحصلنا فيها على الثالث على الكويت بالموسم. طبعا بعد حادث انقلاب خسرنا جولة كاملة، لكن ترتيب نقاطنا كان مساعدنا ان احنا نحافظ على الصدارة الثلاث مراكز الاولى. رياضة الراليات انا اخترتها وشيء حبا فيها حتى عام 2009، بعدين طلع تقريبا حب فرعي تقريبا. حبيت رياضة الدريفت واتجهت إلى دول جنوب شرق آسيا، تحديدا تايلاند. تعرفت على كثير من المتسابقين هناك وطورت من مهارتي وأفكاري في الدريفت. ومن ذاك اليوم أنا حافظت على الثنتين، الرالي والدريفت. لما أكون مشارك في بطولات برا أرتزم في الدريفتينج، ولما أرد الكويت أشارك في رالي الكويت المحلي
وبعض المرات الرالي الدولي اللي هو يكون جولة من جولات بطولة الشرق الأوسط، أشارك فيها هني مع أخوي علي الملا ومع الشيخ حمد بن عيد آل ثاني من قطر، ونطور من مهارتنا على أساس أنك ما تفقد موهبتك. لازم ما بين فترة فترة ترجع تمارس نفس الرياضة وتحافظ على مهاراتك فيها. السر وراء إنجازاتنا المتواصلة وفي بطولة العالم كان عندنا أسرار. إحنا من بلشت البطولة كنا يعني مصرين إن إحنا ننافس مع أبطال العالم ونشارك وياهم ونتحداهم في مهاراتهم وإمكانياتهم، مع أن إمكانياتنا إحنا كانت صفر تقريبا. كنا نشارك وياهم من دولة إلى دولة، من جولة إلى جولة، وسياراتنا مختلفة. يعني كنا نسوق سيارات أجار، يعني لا هي سيارتك الأصلية اللي أنت متعود عليها، ولا نفس السيت اب، ولا نفس الباور، ولا أصلا نفس جهة المقود. أكثر سيارات اللي سقتهم أنا في بطولة العالم كانوا مقود يمين، أنا لما أرجع الكويت أسوق سيارة مقود يسار. فمهارتك شوية تقل أو تختلف، القياسات تختلف وياك. فكان عندنا أهم شيء إحنا أصرار أن ننافس مهما تعرضنا من خسائر مادية أو خسائر معنوية أو تقريبا حوادث، مثل تعرضنا إحنا الحادث في اليابان، تعرضنا الحادث في ماليزيا. إذا ما كان عندك الإصرار والعزيمة أنك تنافس وتوري المتسابقين مهارتك كلاعب محترف في هذه الرياضة، ما أعتقد أنك راح توصل مركز عالمي في البطولة نهائيا. أول مشاركة فعلية لي كانت بطولة الكويت للراليات 2004 أعتقد، كانت ضمن منافسة 19 بطل محلي في هذه الرياضة، حصلت فيها على المركز الرابع، ولله الحمد بعدها يعني استمرت الإنجازات يعني إلى ما وصلنا فيها اليوم. تدرجنا في لعبة الراليات والدريفت. الراليات تطورت معي مع البطل علي الملا، وهو صراحة أسسني بالراليات وطور من مهارتي كوني كنت معاه بالفريق. بلشنا كمساعد سائق وتدرجنا إلى سائق في الرالي، والله الحمد يعني كان تدرج قوي. بالنسبة لرياضة الدريفت، تدرجت رياضة الدريفت أعتقد 2009 بحكم زيارتي للدول الآسيوية وشغلي هناك، تعرفت على كثير متسابقين خاصة في مملكة تايلند، وتطورت مهارتي معاهم إلى عام 2013 لما رديت الكويت وشاركت في بطولة ريد بول كار بارك دريفت. هذه كانت أول مشاركة تقريبا بالكويت حزتها. في ديسمبر 2015 تم إعلان عن بطولة العالم للدريفت بتنظيم منظمة كينج في يوروب، كانت أول جولاتها يناير 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. حطيت بلان أني أشارك فيها أنا والفريق. بالأمانة كان هدفنا أن نكون مع توب 10 عالميين في هذه البطولة، لكن بعد الجولة الثانية اللي كانت في ماليزيا تطور مستوانا، وصلنا إلى المركز 15 على البطولة، واستمرينا بالمشاركة في هذه البطولة. انتقلنا إلى مملكة تايلند، وبعدها إمبراطورية اليابان كان فيها جولتين، وبعدها انتقلنا إلى البرازيل. قبل أن نوصل البرازيل كان ترتيبي السابع على البطولة، وكانوا مشاركين تقريباً 154 متسابق عالمي في هذه البطولة من مختلف دول العالم. فكان طموحنا أن نوصل الثلاث المراكز الأولى بعد ما ضمننا التوب 10. كنا نقطل اللي قدامنا واللي ورانا على الجولة النهائية ونبذل قصارى جهدنا وأن نحصل على المراكز الثلاث الأولى. المنافسة كانت شديدة بين أبطال البلد بحكم أن الحلبة حلبتهم ومتمرنين فيها أكثر مننا، والحلبة كانت جبلية نوعا ما، كانت حلبة ميجا سبيس في منطقة بلو هوريزونت في البرازيل. تنافسنا معاهم والله الحمد حصلنا على المركز الثالث على البطولة. كان هذا أول إنجاز عربي عالمي في رياضة الدريفت،
حيث أنه ما في أي متسابق عربي شارك في بطولة عالمية وتوج فيها بالبطولة نفسها. كان في تتويج ربما في الجولات، لكن لم يصل أحد فيهم إلى ثلاث مراكز الأولى على مستوى البطولة، وكان هذا إنجاز يعني فخر لنا وفخر للكويت كلها. والحمد لله يعني جبنا البوديوم للكويت، وإهداء من ولدكم لكم هذا الإنجاز. في عام 2011 قررت أني أشحن سيارتي وأشارك فيها في بطولة تايلاند الدولية للدريفت. تعرضنا مشاكل مع الجمارك التايلندية وحجزوا سيارتي الأصلية بالمطار، تقريبا حجزوها لمدة 18 يوم. في هذه الأثناء اضطريت أني أستأجر سيارة، وكانت هذه أول مشاركة لي في سيارة سكان يمين. استأجرت سيارة من فريق تايلندي ونزلت فيها التمارين، كان وضعنا كل شيء أوكي، إلى ما جينا يوم التصفيات كان في تقريبا حفرة في الأرض كل ما لها تكبر مع تمرين المتسابقين ورنهم بالتراك. لسوء الحظ أن الرن مالي التاير طاح بالحفرة نفسها، على ذلك أساس انكسر التاير وطارت سيارتنا، تقريبا ارتفعت حدود المتر وطبت على الأرض، والله ستر علينا وما تعرضنا لأي إصابات، وأصلحنا السيارة وعدنا المنافسة بالجولة هذه، والحمد لله خرجنا من دوري توب 16. كانت هذه أول مشاركة في سيارة ذات مقود يمين، والحمد لله يعني أعتقد الحادث هذا انشهر على مستوى العالم كله والكل عرفه، وشيء صراحة ممتاز إن خرجنا بالسلامة فيه. هذا يدلك إن تجهيزات سيارات سباق يعني تكون أكثرها سلامة وسيفتي، والحمد لله على كل حال. أحد أسباب تراجعنا في البطولة النهائية بطولة العالم وحصلنا على مركز ثالث انعدام الدعم المادي، وميزانيتنا كانت في المشاركة كانت جدا محدودة بالنسبة للفرق العالمية كانت تشارك ويانا. لم يكن لدينا أي دعم مادي من أي جهة رسمية أو غير رسمية بالكويت. قدمنا كتب عن طريق النادي، والنادي تم عن طريقه مراسلة الهيئة العامة للرياضة، وكان في نوعا ما تعطيل بالكتب او تاخير، هذا اضطرنا نقلل ميزانيتنا المشاركه في بطوله العالم وحصلنا فيها على المركز الثالث. نحاول نوفر باي طريقه كانت على اساس نكمل مشاركتنا. دعم في رياضه المحركات جدا قليل او معدوم، لدينا كثير من الشركات الوطنيه والحكوميه والمؤسسات الدوله المفروض يتوجهون إلى دعم الطاقات الشبابية وتطوير مهاراتهم. مثل ما تعرف أن الدعم يفرق عن التعويض أو المكافأة. الدعم أنك تصب ميزانيتك على شخص ذو مهارة وتصقل مهارته أكثر وتشجعه أنه ينافس في بطولات العالم ويشارك ويرفع راية الكويت، كأنك كمثال صاحب الحجر الخام اللي من الذهب. الذهب لما تكون خام ما لها أي قيمة، لازم توديها عند السائق يسوقها لك يطلع لك من عندها اسواره خاتم سلسال عقد. هذا مثال الراعي او السبونسر، ياخذ المتسابق بمهاراته يسقل مهاراته بالدعم، يزيد من امكانياته، يريحه ماديا نفسيا اجتماعيا، اهلا يكون يعني متجهز كامل حق المنافسه، ما يكون مسافر طالع من الكويت وعلى يعني عراقيل مادية واجتماعية ويعني تعرض ضغوط نفسية كثيرة. فاحنا نتمنى من الشركات الراعية والشركات المحلية والخليجية والعربية منهم يتجهون لدعم طاقاتهم الشبابية، يصقلون مهارات المتسابقين. التعويض أو المكافأة لا تعني شيء بالنسبة للدعم، الدعم هو أساس كل شيء، ورياضة المحركات دائما مكلفة. أهم الألقاب وعزها على قلبي اللي حصلنا عليه مؤخرا، الثالث في بطولة King of Nations World Championship، ثالث عالميا من بين 170 متسابق عالمي، جميعهم ميزانياتهم خيالية في المشاركات الدولية وإنجازاتهم يعني حافلة، وأكثرهم يسوقون سيارات مصانع. احنا كنا نشارك في سيارات أجار، يعني
تجهيزاتها جدا متدنية بالنسبة للمتسابقين الثانيين، ويعني الحمد لله أننا قدرنا نحصل على الثالث، وإن شاء الله هذا ما راح يكون آخر إنجاز، راح نكمل منافستنا في الموسم القادم ونحصل على إنجازات أعلى وألقاب أقوى من كذي إن شاء الله لكم. أقرب رياضي على قلبي ودائما يكون معاي ويساندني هو أستاذي البطل الراليات علي الملة، وهو صراحة صاحب الفضل الكبير لي إلى ما وصلت له الآن، يعني لولاه ولولا إرشاداته ما أدري لوين راح يوصل فيني الحال، لربما أكون أحد مستهترين بالطرقات، ربما أكون يعني شخص عادي يتجه لدوامه يوميا ويرجع للبيت، يعني ما حد يدري شنو راح يكون قدره. بالنسبة لترتيب وقتي ما بين الدوام والبيت والواجبات الاجتماعية بين الأهل والأصدقاء وهوايتي أو رياضتي، صراحة جدولي أنا جدا مرتب، الكثير من الأصدقاء والأقارب قاعد يعتبون علي قلة زيارتي لهم، أقول لهم لا تلوموني، أنا صراحة مركز على هذه الرياضة يعني أكثر شيء بحيث أني أجيب إنجاز للكويت ولكم شيء تفتخرون فيه. وبالنسبة لدوامي الله يعين مديري علي، أنا أكثر شيء قاعد أخذ إجازات أو تفرغات رياضية على أساس أني أستمر في تمثيل الكويت في هذا النوع من السباقات. من خلال مشاركاتنا في دول جنوب شرق آسيا ما بين اليابان وتايلند والفلبين وسنغافورة وماليزيا، لما تروح هناك استقبال متسابق خاصة رياضيين المحركات استقبالهم يعني جدا حار ويحاولون يساعدونك بجميع الطرق اللي عندهم ويوفرون لك اساسا دعوم حتى لو انت يعني مش من ضمن فريقهم او مش ممثل لدولتهم. يعني دائما ما نروح تايلند نحصل سبونسرز، نحصل دعم، نحصل تساهيل، نحصل متسابقين يساعدونا يوفرون لنا قطع وسبيرات اكثر مما نحتاج. وباليابان كذلك تعرضنا لحادث باليابان فاتى فريق ياباني ثاني وفر لنا سياره بديله للمشاركه، يعني دائما الفرق الاجنبيه تحب روح المنافسه ودائما يحبون المتسابقين الاجانب لما يجون عندهم ويشاركون في بلدهم يعتبرون هذا ضيافه عندهم، فلما نشارك هناك نشوف ان المتسابق الاجنبي مرحب فيه بكل مكان، ودائما الفرق عندهم ما في اي فريق من غير اي دعم، جميع فرقهم عندهم شركات راعيه وسبونسرز، الساق يكون مفرق نفسه فقط حق السباق، يعني من يقعد من النوم جدوله يروح يتمرن، يرجع البيت جدوله يكون يسوي سيت اب على سيارته، يسوي لها مثلا يعدل عليها، يسجل ملاحظات حق فريق الصيانه. عندنا بالكويت لا والله السايق هو نفسه، هو الميكانيكي، هو المبرمج، هو اللي يسوي سيت اب حق سيارته، هو اللي يقلصها، هو اللي يوديها، هو اللي يرتب شغلها. يعني لما زالت رياضة عندنا هذه يعني أقل ما لها المحترف مثلا. معكم متسابق أخوكم ناصر المطيري، هذه مسيرتي الرياضية وإن شاء الله أكون فدتكم فيها ومثلتكم فيها خير تمثيل.